بعد وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث، هل تعلم ماذا حدث في كرة القدم من ولادتها حتى وفاتها؟ اسمع ماذا حدث ورح تعيش الصدمة. ولدت ملكة بريطانيا إليزابيث في سنة 1926 وفارقت الحياة في سنة 2022، لكن المعلومة الصادمة أن نسخة كأس العالم قطر 2022 ستقام لأول مرة في تاريخ بطولة كأس العالم بدون الملكة إليزابيث. مستوعبين المعلومة الصادمة؟ مستوعبين إنه هذه الملكة عاشت جميع فترات كأس العالم من 1930 من بداية وتأسيس هذه البطولة حتى الآن؟ يا رجل، هل تعلم أن هذه الملكة عاشت جميع فترات بطولة دوري أبطال أوروبا التي تأسست في 1956، وعاشت جميع السنوات التي حققوا فيها اللاعبين جائزة الكرة الذهبية منذ تأسيسها من 1956 حتى سنة 2021، وعاشت جميع زمن أساطير كرة القدم، ميسي، رونالدو، مارادونا، بيلي، رونالدو، زيدان، كلهم. تغيرت قوانين كرة القدم وتوفت أساطير في زمنها. جماعة الخير، هذه عاشت من بداية عز كرة القدم حتى الآن، وتوفت بعمر يناهز 96 سنة.